مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا وهذه التغطية الخاصة للجهود التي تبذلها فرقة المشاة 17 في تأمين زيارة 40. ابقوا معنا والتفاصيل. سيادة القائد، حدثنا عن المهام الموكلة إلى فرقة المشاة 17 في تأمين زيارة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف قيادة فرقة المشاة 17 المحور الرئيسي في قيادة عمليات بغداد جنوب بغداد من المصب الرئيسي باتجاه مدينة كربلاء المقدسة. حقيقة وضعت هناك بعض الإجراءات اللي هي تساعد المواطن تساعد الزائر في تسهيل عمله وتنقله من بغداد إلى مدينة كربلاء المقدسة. تعرف الوجود الوباء كورونا بين المواطنين، هناك بعض الارشادات اللي قم بها الطبابة العسكرية وهي واحد، وثانيا هناك سرايا تمويل النقل اللي خاضعة إلى الجيش العراقي في نقل المواطنين. اللي لمسنا بها الزيارة حقيقة خطة مرنة جدا ساعدت المواطن على سير بالأقدام والتنقل آليا باتجاه كربلاء المقدسة. شوفوا عمل والنهج مال فرقة 17 هو العمل مستمر، التفتيش المناطق المحيطة خالد الصطف في قيادة عمليات الأنبار وقيادة فرقة المشاة السادسة وعمليات كربلاء، هذا عمل مستمر خاصة الحدود الفاصلة. بس زدنا بالمرحلة بالمناطق القريبة اللي يسلكها الزائرين، طرق الزائرين زادت المناطق التفتيشة. حقيقة اللي لمسناه هناك تعاون بين الزائرين والأجهزة الأمنية، حقيقة هذا خفف علينا وساعدنا على السيطرة التامة بين التنقل بين العجلات وبين السير مال الزائرين باتجاه كربلاء المقدسة. أمر السيد قائد فرقة المشاة 17 بانفتاح فرقة المشاة 17 لتأمين الحماية لزوار الإمام الحسين عليه السلام، حيث وضع قوة الاحتياط المتمثلة بفوج المغاوير قرب سيطرة 75. واجبها الرئيسي والأهم أنه تكون قوة احتياط وتردع أي محاولة خرق أو أي إمكانيات للعدو ضمن القاطع، تقوم هاي القوة بالرد المباشر. واحنا نحيي الجيش العراقي كله، ونحيي الامن، ونحيي الناس اللي قاعد تمشي، واحنا ندعي من الله ان يستر الجيش العراقي، وان يستر الشعب العراقي من كورونا، ويستر العالم ويانا كله، العالم بعسره ندعي ويستركم. الحمد لله والشكر القوات الامنيه مأمنين الحمايه والسلامه ان شاء الله، وكل الامان يا ربي بجاه محمد وآل محمد يحفظهم لنا يا الله. انتوا يعني حماة الوطن، انتوا يعني سند لنا ان شاء الله من وراء رب العالمين، بعد انتوا سندنا. يعني احنا من هسه مشينا حماية الله وابا عبد الله، وانتوا الحمد لله والشكر احنا كل زينين هسه، والحماية ولقينا جيش كله منتشرة كله بسلامة، كل عامين الاطفال والنساء الحمد لله والشكر. قامت المفرزة الطبية التابعة إلى أمرية الطباب الفرقة 17 بتقديم الدعم الطبي وتقديم المعلومات والإرشادات الطبية إلى زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وتقديم لهم كافة المتطلبات والمستلزمات الطبية وإرشادهم حول موضوع فيروس كورونا، وتقديم لهم الإسناد الطبي. خطة رصينة ودعم متواصل من قبل قيادة عمليات بغداد المتمثلة بفرقة المشاة 17 لحماية الزائرين الوافدين صوب كربلاء المقدسة من جنوب غرب بغداد، لإعلام وزارة الدفاع الملازم مصطفى علي.